حقيقة يا ريس، أنا في موقف صعب. خير يا علي؟ أنا كنت متردد أتكلم معاك، بس القعدة الحلوة اللي قعدناها شجعتني. أيوة، ساعة ما عزمتك على البطاطا، مفعول هشتغل، هتقبل المنحة، صح؟ لا، الموضوع ملوش علاقة بالمنح، ليه علاقة بالقضية اللي شغالين عليها. صفوت مصباح، أنا والدي متورط في القضية دي، وأنا دلوقتي محتار أتكلم عشان أنقذ صفوت ولا أسكت عشان سمعة والدي. لا لا، أنا مش فاهم، ممكن توضح لي أكتر يا متر؟ والدي أبو عمر البرنس كان شغال في الطب الشرعي، والظروف يعني خلته يقبل عرض. عرض زي ايه يعني؟ رشوة ملهاش اسم تاني، رشوة من واحد اسمه مسعد، عشان خاطر يحط شعر صفوت في ضوافر القتيلة حلبة الكردي. الكلام ده خطير، انت متأكد؟ متأكد يا أستاذ، وعشان كده جيت لك عشان تساعدني. يا حبيبي انا هساعدك، كلكم هنا ولادي، وانت بالذات يا علي انت عارف غلاوتك عندي. عارف، المشكلة ان بعد ما والدي مات مصحى الدم لحقنا في كل حتة، انا واخويا وعيلتي كلها. هو نفس الشخص اللي اداله الرشوة؟ هو يا استاذ، واحنا بندور في حاجات والدي لقينا تسجيل في تفاصيل الرشوة كلها. التسجيل ده معاك؟ معايا يا استاذ، عملت لحضرتك نسخة. عظيم. التسجيل ده بيبرأ صفوة، بس في نفس الوقت بيحط حبل المشنقة حوالين مسعد، وأنا بصراحة مش عايز أعادي واحد زي ده. آه طبعًا، كويس إنك قلت لي في الوقت المناسب قبل ما يسوقكم منكم أي مكروه. المهم، مسعد ده في حد تاني وراه؟ مش عارف يا ريس، ممكن يبقى الموضوع كله ما بين صفوت ومسعد، ومسعد بس عايز يشيله القضية، وأنا مش عايز حاجة غير إن عيلتي تبقى كويسة. أنا هسمع التسجيل ده كويس، المصباح هياخد براءة، وأنت مش عايزك تخاف من اللي اسمه مسعد ده، البلد دي فيها قانون، وأنا أقدر أوقفه عند حد. أنا ليا طلب تاني يا أستاذ. خير يا علي؟ سمعة أبويا، مش عايز الرأي العام يعرف أي حاجة عن التسجيلات دي، ممكن؟ ماشي يا علي، اعتبره حصل. أنا هطلب من القاضي والنيابة عدم الإفصاح عن الدليل ده عشان سمعتك أنت وأهلك، تمام؟ شكرا يا أستاذ. اتفضل يا علي. قلت لك العينة اللي طلبتها، شعر صفوت يتحط في ضوافر البت اللي اسمها حبيبة، وادي العربون كمان.